450 مليون شخص يعانون من أمراض عقلية في العالم، تخيل. في عام 2020 ستكون هذه النسبة قد ارتفعت إلى 16%، يعني بمعنى آخر العالم متجه نحو الجنون. هل أنت مدرك هذا الأمر؟ السلام عليكم، أنا محمد غنايم. المهم حتى لا أطيل عليكم، ذلك اليوم كنت جالس في المكتبة أدرس، إلى أن دخل الرجل المسؤول عن المكتبة أو أمين المكتبة يريد إغلاق مكتبة الكتب، وهي عبارة عن غرفة صغيرة توجد داخل المكتبة نفسها، يوجد فيها الكتب والمراجع الطبية. فأغلق ذلك الرجل الباب بالمفتاح، ثم وضع يده على الباب وهو مغلق، وأخذ يتمتم قرابة الدقيقة، وكأنه يقنع نفسه بأنه قد أغلق الباب بالفعل. ثم بعد أن انتهى من تمتمته التفت ومشى خطوتان، ثم عاد إلى الباب مسرعا يحاول فتحه بدون مفتاح لعله يكون مفتوحا. حينها أدركت أن هذا الرجل يعاني من مرض الوسواس القهري، Obsessive Compulsive Disorder. هذا مرض نفسي خطير جدا، قد تحمله الآن وأنت لا تدرك ذلك. كلنا معرضون له. مثلا أحدهم إذا سلم عليه يشعر أنه بحاجة لمسح يده لاعتقاده أنها قد أصبحت ملوثة، أو ربما إذا قبله أحد يشعر أنه بحاجة لمسح خده. أحدهم لا يستطيع الابتعاد عن هاتفه المحمول، يستمر في ضغط زر الهوم ليتأكد إن كان هناك إشعارات جديدة، على الرغم من أن الهاتف لم يهتز أو يصدر صوت حتى. أحدهم يشعر أنه يريد سب الذات الإلهية في اللاوعي الخاص به ويقاوم نفسه. أحدهم كلما توضأ شعر أن وضوءه غير صحيح فكرره. أمور كثيرة لها علاقة بالوسواس القهري. فالوسواس القهري حسب منظمة ويكيبيديا هو الشعور بالحاجة المتكررة لممارسة شيء معين أو التفكير وكأنك في دوامة لا تستطيع الخروج منها، تريد أن تبتعد عن هذا التفكير ولكن لا تستطيع. بغض النظر، قال أجدادنا، إن زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده. فأي شيء في حياتك تشعر أنه مبالغ فيه، خذ نفسا عميقا وأعد التفكير به. أعرف شخصا كان مهووس بالنظافة والترتيب، كنت كلما حركت قلمه يتضايق ويعيده إلى مكانه. والله هذا الشخص كنت إذا صليت بجانبه لا أستطيع قراءة التشهد والصلاة الإبراهيمية من علو صوته في قراءتها، كان يقرأها بصوت عالي جدا بحجة أنه يخاف أو يخشى من عدم قبول صلاته. فلو نظرت للأمر من زاوية مختلفة تدرك أهمية سورة الناس، بالتحديد آية من شر الوسواس الخناس. هل عرفت الآن لماذا يحرص الناس على قراءتها في الصباح والمساء؟ والله يا محمد الظاهر كلنا مصابون بالوسواس القهري. لا أخي الحبيب، في أغلب الأمراض النفسية إذا علم المريض أنه مريض يصبح سليما، فلا تخف. طيب لو سألك أحدهم الآن، يا فلان هل سمعت عن مرض الوسواس القهري؟ نعم سمعت. طيب كيف يعالج؟ كيف؟ هناك طريقة، على الأغلب أنت طبقت إحداها وأنت لا تدرك ذلك. الطريقة الأولى أو المبدأ الأول هو مبدأ التعرض ومنع الاستجابة. مثلا أنت مصاب بوسواس الخوف من أكل الشوكليت، فالحل هو أن تأكلها. مثلا أنت مصاب بوسواس أنك تفتح أو هاتفك كل مثلا 10 دقائق لتتأكد من وجود إشعارات، فالعلاج بأن لا تفعل ذلك وتجبر نفسك على عدم فعلها، يعني منع الاستجابة. أما الطريقة الثانية والمبدأ الثاني هو علاجي، يتم عن طريق وصف الأدوية من الأخصائي الذي تتعالج عنده. طبعا لن أذكر أي أدوية وأسماء أدوية هنا، لأن الأمر يجب أن يكون ضمن إشراف طبيب أخصائي يشخص حالتك بشكل انفرادي. ولكن الجميل في الأمر أنه في إسلامنا العظيم أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا المرض. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، قال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل على يسارك 3. ولاحظ ذلك اليوم أن أحد الفيديوهات لدينا في القناة وصلت مشاهداته إلى 4 مليون مشاهدة بفضل الله. هل تعتقدون أن أحدنا مصاب بوسواس قهري يجبره على مشاهدة فيديوهاتي؟ أتمنى له الشفاء. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات حول موضوع اليوم، وأتمنى عليكم أن نوصل هذا الفيديو إلى 20,000 إعجاب. هل نستطيع؟ ودمتم في أمان الله.